أعزائي يسعد صباحكم ومساءكم وكل أوقاتكم. أنا عصام منير وبرحب فيكم بقناتي على اليوتيوب أطبخ عصام منير أو عصام منير كيتشن. إذا كنتوا جداد على قناتي بتمنى عليكم تعملوا سبسكرايب وتضغطوا على علامة الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولا تنسوا اللايك وكمان الشير، وكمان تفوتوا على الفيسبوك والإنستغرام عصام منير كيتشن وروابطهم موجودة في صندوق الوصف، وتعملوا لايك وفولو وشير عشان يكتر عندي وعندكم الخير. بحب ألفت نظركم أن كل مقادير الوصفات موجودة في صناديق الوصف لكل وصفة، واللي عنده أي استفسار أو سؤال بيقدر يتواصل معي عن طريق الكومنتس أو الفيسبوك والإنستغرام كمان. اليوم رح نعمل مع بعض الشكشوكة. الشكشوكة هي أكلة كتير طيبة، بتنفع فطور وغداء وعشاء وسهلة جدا. بتنعمل من مكونين رئيسيين اللي هن بيض وبندورة. أكلتنا صحية ما فيها أي تعقيدات، خلينا نشوف مع بعض كيف نعملها بكل سهولة. في القلاي بنحط عنا البندورة بميتها وفرمناها مع نتفة ملح وزيت زيتون، بنحطها بالمقلاية وبنخليها لتستوي مظبوط. لازم يكون فرم البندورة ناعم كتير، بنخليها تنزل ميتها وبنخليها تستوي على الآخر زي ما انتو شايفين بالفيديو. لازم يكون ميتها نزلت وانطبخت البندورة، وبنتركها لتنقص المية تبعت البندورة وتصير كثيفة زي ما موجود بالفيديو. بنحط على البندورة المطبوخة معلقة رب بندورة عشان نكثف البندورة ونعطيها لون وطعمة. نخلطها مع بعض، بنتركه على النار دقيقتين عشان ياخذوا من بعضهم والبندورة تعقد. نعمل حفر بسيطة في البندورة، نعمل أول حفرة ونسقط بقلبها البيضة المكسورة. نعمل كمان بيضة، هاي الحفرة تبعتها، هاي كمان حفرة للبيضة الثالثة. شايفين المهم البيضة تنزل لقاع البندورة ما تضلها معلقة فوق البندورة، يعني تاخد موقعها بين البندورة. هيك كسرنا حبات البيض بقلب البندورة. هلأ إذا أنتوا بتحبوا تملحوا هلأ بهاي المرحلة بتقدروا تملحوا، لكن أنا بفضل نترك للنهاية لأنه أنا عندي هون بدي أحط جبنة. هاي جبنة نابلسية أو عكاوية، بتكون شوي مالحة عشان هيك أنا ما بدي أملح بزيادة، وبدي أحط جبنة كمان موتزاريلا شقف صغيرة، ما رح أكتر وما بدي أغطي البيض، مجرد تعطي نكهة للبندورة والبندورة تأخذ من نكهة الجبنة، وإحنا بناكل كمان نحس إنه في قوام مطاطي وله طعمة، والملوحة تبعت الجبنة النابلسية والعكاوية أعطت البندورة طعمة. بحط زر فلفل بحرق وهذا اختياري، بغطيها بخليها يستوي. لازم البياض يكون مستوي، الصفار هذا برجع لكم كيف درجة استوائه، يكون يا مستوي على الآخر جامد أو طري، هذا أنتوا برجع لكم أنتوا بتتحكموا في درجة الاستواء. أكلتنا كريت طيبة، نصبها بناكل معها صحن سلطة ورقي. أنا حاطط هون بقلة، رش عليها فلفل ملح بتعدلوا اللي أنتوا بدكم إياه. أكلتنا كتير طيبة وزكاوتها تاكل من القلاية. صحتين وعافية. إذا عجبكم اللي عملناه بتمنى عليكم تفوتوا على قناتنا على اليوتيوب عصام منير كيتشن أو مطبخ عصام منير، تضغطوا على علامة السبسكرايب وعلامة الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان لايك للفيديو بدنا نوصل أكبر عدد من اللايكات،
وتقولوا لأحبابكم وأصحابكم وجيرانكم كمان يفوتوا على قناتنا ويعملوا سبسكرايب ويضغطوا على الجرس عشان يوصلهم كل جديد. صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام كمان بيستنوا لايكاتكم وفولواتكم وسبسكرايباتكم. أنا عصام منير، بتشكركم وأشوفكم بفيديو جديد.